أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يوسف كاظم عن قيام وزارة التجارة والصناعة بإضافة مجموعة من خدمات الرقابة التجارية في تطبيق سهل بعنوان شارك في الرقابة، حتى يمكن لمستخدمي التطبيق تقديم بلاغ أو شكوى فيما يخص مخالفات الغش التجاري ومخالفات الأسعار ومخالفات التنزيلات ومخالفات الإطارات ومخالفات النظام العام ومخالفات التوصيل ومخالفات استخدام العمالة المنزلية، علاوة على تصنيف مخالفات أخرى مع تحديد المحافظة على موقع ومن المبلغ. على أن يقوم الفرد المبلغ بتوفير رقم هاتفه وبعض المعلومات التي تساعد الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.